أم عبد الله من السعودية تسأل بالنسبة لتفطير الصائم، تقول يعني ما المقدار الذي يتحقق به الأجر؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره. العلماء قالوا: ما معنى من فطر صائما؟ منهم من قال ولو على جرعة ماء، ومنهم من قال ولو على تمرة. الذي يظهر والله أعلم تفطير الصائم يعني جعله يأكل وجبة، يأكل معك وجبة، هذا الذي يظهر على قدر الحاجة، على قدر حاجة الإنسان، لأن المقصود هو إشباع الصائم، إشباع الصائم، إطعام الصائم، إشباع الصائم، على تمر وعلى ماء وعلى طعام أهل البلد، فيكون وجبة بارك الله فيك. لكن هذا لا يجعل من فطر صائما على تمر أو ماء ليس له أجر، لا يختلف، لكن ليس بالقدر الذي يشبع فيه الصائم.